فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت مع الإمام وهو يجهر في القراءة وأردت أن أقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، نعم، هل أقرأ دعاء الاستفتاح أولا ثم الفاتحة أم يسقط دعاء الاستفتاح في هذه الحال؟ دعاء الاستفتاح ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن يقولون تأتي به ولو كان الإمام يجهر، لأن الإمام لا يتحمل الاستفتاح بخلاف الفاتحة، الإمام يتحملها عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكت؟ لا، قالوا يستعيذ ويستفتح، يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، لأن الإمام لا يتحمل عن المأموم الاستعاذة والاستفتاح بخلاف الفاتحة، فإن الإمام تحملها عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.